بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه كل كتلة توزع على الأوقات متاعها كما تحب. تفضل سي السحب. مدعبة من سيد سمير بالطيب، ما فهم حتى مشكلة. أنا أقول بلادنا اليوم تمر بمرحلة حساسة وحاسمة، وإحنا توا مقدمين كمجلس وطني تأسيسي على تحقيق هدف الثورة، وخاصة بناء نظام ديمقراطي. نظام ديمقراطي تأسس على مدنية الدولة، احترام الحقوق والحريات الخاصة والعامة، استقلال القضاء، الديمقراطية التشاركية. هذه جملة من الأهداف اللي رفعتها المعارضة، رفعناها قبل فؤاد بن علي، وناس دخلت السجون وناضلت من أجل تحقيق هذه الأهداف. نقول اليوم المجلس الوطني التأسيسي هذا المنتخب من طرف الشعب ويمثل السلطة الأصلية اليوم أمامه هذه الأهداف، ولابد أن يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف. غير أننا وبعد الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة بموافقة الجميع في الداخل والخارج، اليوم نلقاو ما زالت هناك قوى جاذبة للوراء، هناك قوى هي بصراحة ما ساهمتش في الثورة، الثورة قامت ضدها. هذه القوى قاعدة تخدم في إعادة إنتاج المنظومة القديمة في كل شيء. احنا نراهم ما زالوا في الإدارة، ما زالوا في برشا مواقع، والناس هذه قاعدة تعيد في إنتاج النظام القديم بكل أجهزته. شفنا ميليشيات، شفنا مولوتوف، شفنا سيوف، شفنا عصير، شفنا برشا حاجات غريبة أنها تكون تابعة الحزب معترف به قانونيا ويخدم الإعلام مفتوح له أكثر من أي حزب آخر. هذا غريب. حنا نسأله علاش موجود هذا عند منسق متاع حزب قانوني معترف به، وخاصة في الحادثة الأخيرة. هذا يبحث في الحقيقة على التساؤل. ثم استعدادات، ناس تحضر في المطاف، تحضر في حاجات للبلاد. هذه التنمية، هذا التشغيل، هذا هو الانتقال من تونس من مرحلة المؤقت إلى مرحلة بناء المؤسسات الديمقراطية والدستورية الدائمة. أنا أقول هذوما برشا ناس أعداد ديمقراطية، ناس مش قابلة لنتائج الانتخابات، يعني لا تريد الاحتكام إلى إرادة الشعب. علاش خاطر مستانسة يتزيف في إرادة الشعب، مستانسة تزيف في الانتخابات، مستانسة تقمع في المعارضة وتقمع في كل نفس نضالي عرفناهم الناس هذوما وقاعدين يعودوا. اليوم ثم قوى الثورة اللي ساهموا فيها كل أطراف المعارضة قبل، واللي كانوا في 18 أكتوبر وخارج 18 أكتوبر وكانوا مناضلين، هذوما اليوم يواجهوا في أطراف أخرى في تصوري أنا هما ضد الثورة. لابد أن ننتبه. صحيح ثم بعض المشاكل، لا ينكر حد، بعد كل ثورة تقع فوضى ويقع منها مشاكل في المجال الاجتماعي والسياسي، وبناء مؤسسات ديمقراطية وبناء تنمية مستدامة وبناء مؤسسات حقيقية وإحلال الأمن في البلاد بعد كل ثورة راهو يحتاج إلى وقت. معروف بعد كل ثورة حتى مقاييس شفافية بالعكس تنخفض بشكل كبير ياسر. لابد نحتاج إلى وقت لبناء وإعادة بناء هذه المؤسسات وإعادة بناء آليات التنمية ومعناها رفع من نسبة النمو وتحقيق معناها الأهداف المطلوبة سواء في التشغيل ولا في التنمية ولا في العدالة الانتقالية. أنا أقول ثم احتقان حقيقي من نجم ينكر حتى واحد هذا الاحتقان، ولكن لابد أن نبحث عن أسباب هذا الاحتقان. اليوم نقدروا لثم أسباب موضوعية حقيقية، ولكن هذا هناك وراءها محاولات للإرباك، محاولات لإشاعة الفوضى. أنا أقول لابد أن ننتبه جميعا كنواب هذا الشعب وكأعضاء في هذا المجلس الوطني تأسيس صاحب السلطة الأصلية والعليا في البلاد أن ننتبه. اليوم نسمع حتى دعوات لضرب الشرعية والتشكيك في شرعية هذا المجلس. احنا بالعكس نقول راهي المبادرات الوطنيه الكل اللي صدرت سواء الاتحاد ولا الاحزاب موجوده معنا لهنا ولا على الترويكا كلها مبادرات لابد ان تثمن. لان انا نقول اليوم الكلمه السر في المجتمع متاعنا هي الوفاق الوطني. اليوم وقع انسداد في الهيئه المشتركه لتنسيق وصياغه الدستور هي حول النظام السياسي. اليوم الانفراج هذا، وانا نقول حركه النهضه والترويكا ساهمت في هذا الانفراج. احنا المشكله في النظام السياسي، قلنا لا نتقدم، الرئيس ينتخب من طرف الشعب، ينتخب
أن نوجد توازن داخل السلطة التنفيذية، نبحث عن هذا في فصول واضحة داخل اللجان التأسيسية المجلس الوطني التأسيسي. اليوم قانون الهيئة المستقلة العليا المشرفة على الانتخابات، الآن القانون جاهز، حضرته هيئة التشريع العام، وهو قريبا أن نصادق على هذه الهيئة قانونيا، ثم نبحث على الرئيس والتركيبة ويحصل فيها وفاق، ونخلوها تخدم، نعطوها الوقت باش تخدم، تحضر لنا القائمات الانتخابية، وتحضر لنا الرزنامة، وتحضر لنا كل الجوانب الإدارية الفنية المتعلقة بالانتخابات. أنا نقول كيف الإعلام، وأنا نقول تفعيل مرسوم 116 اليوم، هذه خطوة إيجابية حتى نصل إلى إيجاد الهيئة المستقلة لإشراف الإعلام. كذلك القضاء لابد أن نناقش في أقرب وقت الهيئة المؤقتة لإشراف وتنظيم القضاء حتى نوجد المجلس الأعلى للقضاء. وإحنا في الدستور كلكم شفنا ناقشنا المحكمة الدستورية، وهذه أول حاجة تتجد في تونس بعد الثورة، المحكمة الدستورية ما كانتش موجودة، وكل أطراف معناه كنا مجمعين حول معناه ضرورة وأهمية إيجاد هذه المحكمة. أنا نقول كذلك الرزنامة بدأت تتوضح. أنا نقول علاش الآن ثم بداية توضح حقيقي، والتوضح هذا راه ليرفع الغموض ويرفع هامش المغامرات، هذا كله بداية حق في بلادنا. اليوم بدأ ثم بإمكاننا، ثم مقترحات، ثم انفراج، ثم الانسداد وقاعد بلوكاج، لابد أن نكون نباركوا مع بعضنا هذه اللحظات، ونسعى جميعا للخروج بتونس من هذا الوضع المؤقت إلى وضع بناء المؤسسات الدستورية الدائمة. وهذا الكل راهو نقول كلمة السر في بلادنا هي الوفاق الوطني، راهو الثلثين المطلوبين للمصادقة على الدستور ما يملكها حتى طرف تحت هذه القبة، فلابد أن نتوافق، ولابد أن نتوافق وفي أسرع وقت حتى نتمكن من إيجاد هذا التوضح، راهو هام للاستقرار وللأمن والاستثمار الداخلي والخارجي وكل أوساط. فأنا أدعوكم جميعا أن نرتفع على مستوى المطالب الحزبية الضيقة إلى أن نبحث عن مطالب الثورة وتحقيق هدف الثورة في الكرامة والحرية والعدالة. وشكرا. شكرا.